وباليوم اللي سبق حفلة ريو جبران، حفل ثاني حظي بحضور جماهير كبير، فمسرح المجاز في الشارقة امتلأ بمحبي أعمال عائلة طارق العربي طرقان، فأعمالها العائلة حاضرة بذاكرة الأكثر من خلال الأعمال الكرتونية اللي حققت شهرة واسعة، والأجواء بتتابعونها في تراكينج ستوري نمبر 2. شعور مركب، أولاً أنه أول مرة على مسرح بهالجمال، ثانياً أنه بالشارقة، ثالثاً أنه أنا أول حفل من سنة تقريباً ما طلعت، كنت عامل عملية قلب مفتوح وهي أول حركة بطلع للإمارات، يعني حتى من بيتنا للشارع ما طلعت من بيتنا إلى الإمارات بلدنا. وطلع طارق للإمارات لم تقتصر على حفلة واحدة، عملنا حفلات، ثلاث حفلات في راس الخيمة، كمان أول مرة في راس الخيمة، كنت متوقع أتعب كثير، أول ما شفت الأبناء والبنات صرت طارق جديد، طارق تاني مثل ما هلأ شايفكم، يخلي لي أكون. وأبنائه الثلاثة ديما محمد وتالا طبعا سعادتهم لا توصف لعودة والدهم لمشاركتهم المسرح من بعد حوالي السنة قدموا فيها الحفلات من دونه. لا ما فيني احكي لك، يعني طبعا كانوا حلوين مع الشباب والجمهور، انبسطنا شايفينهم، بس طبعا غير شكل بدونه، يعني صعب نغني اغاني بدون وجوده، يعني الى نكهه ثانيه يعني اكيد. والاجواء ليلتها حملت اجمل الذكريات مع اجمل اغاني اعمال الكرتون. ومثلهم مثل الجمهور، طارق وعائلته هم أيضا عندهم أغاني مفضلة من أعمال الكرتون. أنا باتمان أبطال الديجيتال سابق ولاحق. بابار، أنا لأنه بسمعها من الجمهور عادة. أنا نفس الشيء، أنا بحب بابار وبحب فلة من بابا، بتطلع معه كثير حلوة. سؤال صعب. بابار طبعاً لأنه ما في غير الجمهور بيغني، يعني كتار ما كتار كتار. سيمبا 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 البابا سيمبا. وانتشار هالأعمال المستمر من جيل إلى جيل أمر ما توقع طارق أبداً. يعني مو بس من حياتي، يعني كنت أتوقع جزء من حياتكم أنتوا كصغار لسنتين ثلاثة بالكثير أربع سنين، أما ماني متوقع نتائج أنه تكون بعد 15 إلى 20 سنة، يعني أنا هلأ عم قابل الأطفال بعد 20 سنة كلكم. ولذلك لما نشوف الجمهور، ما اسمه جمهور، تجاوزاً نقول اسمه جمهور، إن أبناء وبنات، أول ما بشوف واحد تلاقيه ممكن طول حمودي أو أطوال، بس يقول عمو طارق بشوفه طفل عمره 7 أو 8 سنين.